عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل كريم على كيفية تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجهان. الوجه الأول أن تعقده بقبض كل أصبع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني كل أصبع له ذكر واحد. والنوع الثاني أن تعقده على السلامة، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذن كل أصبع يكون له ثلاث سلاميات ولا وثلاثة مرات تقول فيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. على هذين الوجهين كان يأخذ التسبيح بيمينه. وقال أهل العلم ولا بأس من العقد باليمين واليسار، لا مانع، لكن الأولى والأفضل أن تعقد التسبيح بيمينك على هذين الهيئتين اللتين ذكرت آنفا. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.